اولا انا ما بحبش اللت ولا عجن، لان نقعد نلت ونعجن يعني مش فاهم. وايه النقد ده؟ ما اعرفش يعني ايه، يعني ايه ننقد؟ مش فاهم. يبقى الراجل اللي بينقد ده ما شافش الفيلم ويجي يقول لي الفيلم وحش مش حلو، وهو اصلا ما شافش الفيلم. هو ده النقد اللي انت فالحين فيه في النقد. لكن بالنسبه للناقد الكبير شفيق الصباغ، ده راجل متمرس من زمان في النقد، واخد الاعداديه في النقد وثانويه في النقد وخلص جامعه كمان برضه في النقد. يعني هو احسن واحد ممكن يمكن. يلا بقى يلا باي. يعني ده بيريحكوا اكتر ان انتوا الاثنين فاهمين بعض؟ احكي لك الحكايه بس بسرعه. اتفضل. بس اللي هو ايه، انا جه عليا وقت وفكرت ان انا اعمل شخصيات جديده كده، اللي هي عمرو خالد، الدكتوره ملك ازرار، شوبير، امينه شلبايه، وائل الابراشي. دي كانت افكار حضرتك كلها؟ الشخصيات انا حاسس ان انا اعرف اعملها. بس المهم الكتابه. فقابلت مؤلفين كتير، 3 4 5 6 12 24. في نهايه كل قاعده بقوم اقول له توكل على الله، لان الموضوع ده مش هينفع انت تعمله. لغايه ما في يوم من الايام قابلت عادل، فقلت له بفكر اعمل كذا كذا. قال لي انا هبدا بان انا اكتب لك احمد فؤاد نجم واكتب لك مانويل جوزيه. حلو قوي. قابلني بعدها ب 48 ساعه كاتب الحلقات زي ما صورناها كده. لقيته يعني هو دماغي، انا بفكر ازاي، هو لقيته فاهمني ونفذ الحكايه بشكل كويس.